بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن أمراض الفاصوليا بالنسبة للفيديو الأول. في الحقيقة الفاصوليا بتصاب بالكثير من الأمراض الموجودة، سواء كانت أمراض فسيولوجية أو أمراض بكتيرية أو أمراض فطرية أو أمراض حشرية أو فيروسية أو العنكبوت الأحمر. فنتكلم على الأمراض الحشرية، ومن أخطرها يا جماعة حشرة الذبابة البيضة. حشرة الذبابة البيضة في الحقيقة بتنشط جدا في الصيف، بتنشط جدا في الصيف، وإن هي من مشاكل الحشرة دي إن هي سريعة الانتشار وسريعة التكاثر وسريعة النشاط وسريعة الحيوية. فيعني الإنسان ساعات يقف حاجة عاجز أمام مكافحة هذه الحشرة إذا ما تأخر. عملية الوقاية اللي قلناها مليار مرة خير من العلاج، الوقاية خير أعيد عليها مليون مرة خير من العلاج، تمام؟ يعني ابنك ضعيف في الانجليزي ما تستناش لما يسقط في الاخر وبعدين تقول لي ده سقط، لا، ما تديله مدرس، اقعد معه حفظه كل يوم 10 كلمات هيبقى كويس معاك، ماشي؟ اما هتقول لي بقى لا الوقايه خير من العلاج، قبل ما يسقط الارض معاك كلتها، ماشي، فلازم يكون عندك حلول. الحلول دي هي ايه؟ انك تكافح الذبابه البيضه من الاول، وقلنا ان هي سريعه الانتشار مع ان مكافحتها في معظم الأوقات بتكون سهلة جدا إذا ما من أول يوم كده ابتدينا يعني ابتدينا نتكيف مع الحشرة ومع الظروف بتاعة الانتشار بتاعتها، تمام؟ عندي برضو حشرة المن، من أخطر الحشرات اللي بتصيب، بتعتبر ثقيبة مصة، والخطورة بتاعتها يا جماعة إن هي بتسيب لي ندوة عسلية في حالة الوباء، بتسيب لي ندوة عسلية. الندوة العسلية دي بتعمل لي مشاكل بالنسبة للورق، وحتى على القرون برضو بتعمل لي مشاكل بالنسبة للمن، ماشي؟ فمن الأول كده ما نحاولش إن هو إن أنا أسمح للمن بإن هو يتكاثر ويبقى وباء. يعني أنا كنت لحد قريب بعتبر حشرة المن حشرة عبيطة كده وخيبة، ولكن كنت زارع يعني حوالي 20 فدان في المنيا، كنت زرعهم كمون ونزل المن، كان أول مرة أزرعها يعني في محافظة المنيا ونزل المن. في الحقيقة عمل مشاكل، يعني أنا بقيت واقف كده أستغرب، حشرة المن تعمل فينا كده؟ كانت بتعمل كده لدرجة أنا كنت برش في اليوم مرتين في الكمون، والكمون أساس النبات مرفه يعني، فما كانش بيتحملني أو في عملية الرش. فالمن مقصد الكلام أو قصدي من الكلام، المن مشكلة جامدة جدا. ليه؟ لأن يا جماعة أساسا هو قرين نقل الفيروسات، يعني هو والذبابة البيضة بيقترنوا بنقل الفيروسات. عندي 4 فيروسات بيصيبوا الفاصوليا، المن بينقل لي فيروس موزايك الفاصوليا العادي وفيروس موزايك الفاصوليا الأصفر، دول بينقلهم المن، تمام؟ والفيروس لما بيجي احنا عارفين أساسا إنه هو بيدمر الزرع، ومش محتاج إن أنا بقولك بيعمل إيه. الفيروس بحطم الزرع، سواء حتى في الإنسان الفيروس بيدمر الدنيا، حتى للحيوان الإنسان بدمر، الفيروس بدمر الدنيا، حتى للنبات برضو كأنه كائن حي زيه زي الإنسان أو الحيوان أو النبات، فكله مع بعضه الفيروس مشكلة جامدة جدا بتصادفنا في الزراعات المحمية، تمام؟ طيب عندي كمان يا جماعة الذبابة البيضاء بتنقل لي فيروس موزايك الفاصوليا فيروس موزايك الفاصوليا الذهبي، تمام؟ وعندي فيه فيروس تاني بيسموه فيروس موزايك الفاصوليا الجنوبي، وده بينتقل عن طريق البذور، بينتقل عن طريق البذور، ولذلك احنا دايما بننبه ان البذور بتاعتنا تكون بذور منتقاة ومن مصدر جيد، وتكون من شركات كويسة، ونوعية البذور تكون كويسة، سواء من حيث مقاومتها للأمراض او من حيث الانتاجية بتاعتها. لازم تكون الفاصوليا من مصدر كويس وبيتوفر فيها صفات نمو كويسة جدا، تمام؟ ده اللي أنا عايز أقوله.
في عندي برضو مرض من أخطر الأمراض يا جماعة، وهو العنكبوت الأحمر. لازم العنكبوت الأحمر يعني من ضمن الحاجات اللي داهية خالص فيه بالنسبة لي نبات الفاصوليا. داهية خالص داهية خالص بصراحة، يعني بيعمل لي مشاكل كتيرة جدا وبيوصلني يعني لطريق مسدود. يبقى أنا وأنا ماشي كده هو تمام في الفاصوليا، أقف كل شوية أعمل قطاع، أبص في الورقة، هو دايما بيبقى في السطح السفلي للورقة، أبص فيها مفيش عنكبوت أحمر، لا مفيش. على فكرة ده في الطماطم برضو، في الخيار وفي كل حاجة، اعتبر المحاضرة شاملة كله تمام. أبص كده، طيب أخد من تحت، لا مفيش لحد دلوقتي، مفيش. طب كويس الحمد لله مفيش، وهكذا يا جماعة. تعمل لك 15 20 30 قطاع كل يوم، أو تعمل في اليوم مرتين فحص، ما تنامش يعني. انت بتزرع يبقى ما تنامش على طول في وسط الارض، والارض دي يعني النبات وسطه متعه الانسان المهندس او المزارع او اي حد بتبقى بصراحه بين النبات. ودي من ارقى المهن والله، مش بقول عشان مهنتي بس، الزراعه من ارقى المهن تمام، مهنة ممتازة جدا. فأنا عايزك مش تزرع بالظروف، لا، هي اسمها الصناعة الزراعية. صناعة زراعية يعني إيه؟ يعني أنت بتكلف وفي الآخر ده هيكلف كذا وهجني منه قد كذا. أنت مطالب بمحصول، ما أنتش مطالب بأسعار. الأسعار دي بتاعت ربنا، أهم شيء الدنيا تبقى كويسة عندك بالنسبة للنبات بتاعك تمام. مش تسيبها للظروف يا مهندس يا صغير أو يا عم المزارع، وفي الآخر لو الدنيا بقت كويسة معاك تتصور وتفضح الدنيا على الفيسبوك، انت عندك شوية خيار بتتصور في أحسن حتة في البيت، وبعد كده بتسيب الإيه، إذا جت زرعة خايبة بتكبر دماغك وبتقول إيه، لا أصل التقاوي، لا أصل المبيدات، لا أصل العالم، لا، اشتغل واجتهد، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. ربنا عمره ما يضيع تعب حد، حتى لو ضاع في عروة أو دورة هتلاقيها في التاني تمام. فالعنكبوت الأحمر من ضمن المشاكل برضو اللي هو بيتطفل لي على الورقة وبيأكل الورقة خالص لحد ما بيجعلها لونها شفاف. اللون الشفاف ده يا جماعة أصبحت الورقة عديمة الفايدة، بتسقط على طول على الأرض وبتنكشف القرون بتاعة الفاصوليا تمام. ولما بتنكشف القرون بتاعة الفاصوليا خلاص احنا كده لم الخيمة بتاعتك ورحل، ما عادش لك مكان ما بين الزراعيين المحترمين، خلاص ضاعت فلوسك يا صابر. فتلم نفسك وتمنك ايه، متوكل على الله. فمن الاول خالص تعمل برنامج مكافحة كويس. وبتعمل برنامج مكافحة كويس يا جماعة ازاي؟ ان انا ادخل المبيدات الأكروسية مع الحشرية عادي، نرشهم نخلطهم الاثنين مع بعض. بمعنى ان انا لو عندي حشرة كاملة عنكبوت احمر نامح على الورقة، ممكن يا جماعة من الاول خالص لو انا هرش وقائي، هرش على العنكبوت مثلا، هرشه كبريت زراعي مع زيت صيفي بالمعدل اللي مكتوب انا مش عارفه كام تمام، لانه ما بستعملوش، ولكن بقول للناس اللي هي على قد حالها تمام. او تستخدم بالنسبة للحشري والأكروسي، يعني أنا الأكروسي اللي هو العنكبوت يا جماعة، اللي هو العنكبوت الأحمر، وعايز أرش الذبابة البيضاء أو المن الاثنين، أعمل إيه؟ ممكن أجيب الفيرتيميك وأخلطهم مع الأستمبرايد الاثنين مع بعض وأغسل الأرض بيهم. الأستمبرايد بيبقى نص جرام في اللتر، والفيرتيميك بيبقى بمعدل نص جرام باللتر، مع شوية 20 20 20، هتلاقي النبات بيتحرك معاك ولونه أزرق وجميل زي اللي انت شايفه ده، هو مفيش أي مشكلة خالص فيه تمام. طيب ممكن برضو كلورابرايد ندخلها مع الفيرتيميك الاثنين مع بعض ونرش بيهم، نحافظ على نفسي. وممكن كل شوية، ده على فكرة الرشة اللي انا بتكلم عليها دي، ان كانت لمبادة مع الفيرتيميك ولا الحاجات ده، هي دي يا جماعة على فكرة بتقضي لك على المن، ولو عندك استمبرايد مع فيرتيميك بيقضي لك على المن، وبيقضي لك على الحشر الذباب البيضة، وبيقضي لك كمان على العنكبوت الأحمر تمام. في كمان لو انا دخلت في البرنامج بتاع الادميرال، بي طبعا هو مانع انسلاخ وبأثر جدا جدا على الذبابة البيضة،
الأدميرال، تمام؟ فممكن تدخله في البرنامج بتاعتك، الصيب مسترين والألفا والصيب ألفا مسترين، الاثنين من الحاجات برضو كويسة جدا ممكن ندخلهم. في كتير بصراحة من المبيدات الكويسة، بس واحنا بنستخدم المبيدات دي الفترة قبل الحصاد بتاعتها تقريبا بتدخل ساعات في 7 أيام و10 و15 يوم اللمبادة، فنبقى حذرين جدا يا جماعة عشان ربنا يكرمنا بقدر الإمكان. أنا مش هقول لك يعني، لأن أنا ما بعملش كده للأمانة الشديدة، يعني أنا عندي حاجة زي الفراشة بتاعت التوتا أبسليوتي، يعني واحد بس يقول لي ازاي انظمها، بس يعني انا ورش كأني ما بعملش حاجة، يعني انا ولو سبتها والله 3 أيام هتاكل الارض كلها. يعني بنقول على قدر الامكان ان احنا نقدر نوقف العنكبوت الاحمر، نوقفه نفرمله شوية مع الزبابة البيضة والمن والتريبس والحاجات ده، هي نبعدها تماما عن الفاصوليا بقدر الامكان، بان انا اعمل برنامج يتضمن مكافحة الاثنين مع بعض، وان شاء الله بتطلع بمحصول كويس جدا جدا جدا. العملية بس يا جماعة عايزة ترتيب وعايزة استعداد، بس لانك انت ترتيب كويس واستعداد لانك انت يعني عايز تزرع وتكون نشيط شوية وتكون حابب المهنة اللي انت فيها، فتلاقي نفسك زي الفل بإذن الله تعالى. بتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو ده. هو بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.